بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت صباح اليوم أعمال النسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال مايكرو شباب الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية بالتنسيق مع مكتب مبادرات خالد بن حمد في جامعة البحرين، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر الجاري في جامعة البحرين. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالملتقى، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعكس حرص مملكة البحرين على دعم وتشجيع الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار. وأكد سموه أهمية توفير المنصات التي تسهم في تعزيز مهارات الشباب وتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات، مضيفا سموه أن الملتقى يعزز من دور الشباب في تنمية المجتمع واقتصاد الوطن، ويعد فرصة كبيرة لاستكشاف الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة التي ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة. كما أعرب سموه عن اعتزازه بالشباب البحريني الذين يواصلون تحقيق النجاحات في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذه المبادرات تعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء جيل مبتكر ومبدع يستطيع مواجهة التحديات. وأضاف سموه أن مثل هذه المبادرات توفر فرصا للشباب البحرينيين للتواصل مع الخبراء والمستثمرين، مما يفتح أمامهم آفاقا جديدة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. من جانبه عبر الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين عن تشرف الجامعة باحتضان النسخة السادسة من الملتقى، منوها بأهميته كمنصة ملهمة تركز على استعراض أبرز التحديات والفرص في عالم ريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشباب في مجال تأسيس أعمالهم. من جهته أكد سيد صباح عبد الرحمن الزياني رئيس جمعية المستقبل الشبابية أهمية ملتقى مايكرو شباب كمنصة متخصصة تساعد على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتوجيه الخريجين نحو خيارات تأسيس الأعمال عبر الاستفادة من مهاراتهم وشبكاتهم الاجتماعية والاستعانة بمختلف الوسائل المتاحة. هذا ويهدف الملتقى لترسيخ مبادئ ومواضيع مهمة في إطار قيم التنافسية عبر استعراض تجارب الخبراء في مجال ريادة الأعمال وتبادل الأفكار والأطروحات الشبابية الملهمة من أجل الوصول إلى بلورة منظومة شبابية قادرة على إدارة زمام المشاريع الناجحة والعصرية، وذلك من خلال الجلسات التفاعلية التي ستتناول باقة من الموضوعات الحاسمة أبرزها بناء الهوية التجارية للمشاريع الريادية.